أهلا بكم، أهلا وسهلا في قناة The Professor كرم تي في ولايف حصريا من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القناة تناقش جميع القضايا ليس فقط في جمهورية مصر العربية ولا بلدان الشرق الأوسط المتحدثة بلغة الضاد، ولكن أيضا تغطي وتشرح علم الجريمة كريمينولوجي، وهذه الكورسات التي تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية لمن يدرس كريمينال جاستس، لمن يدرس لكي يكون أو يتم توظيفه في مجال القانون. كريمينولوجي بيدرس في كليات العسكرية داخل جمهورية مصر العربية، ليس فقط جمهورية مصر العربية بل في العالم أجمع. علم الجريمة، اليوم سوف أتحدث عن قضية تم القبض عليها وهي خلية إرهابية، تم القبض عليها بعد مراقبتها فترة من الزمن داخل مصر. خبر منذ ساعات قليلة، خلية إرهابية يتم القبض عليها في محافظة الإسكندرية، وأعلنت وزارة الداخلية و تعتبر قضية أمن دولة أو أمن وطني حاليا. ولكن دعونا نستعرض ما هي حرب الإشاعات. حرب الإشاعات استخدمها الرئيس الراحل رحمة الله عليه، الرئيس محمد أنور السادات ابن محافظة المنوفية قرية ميتا بالكوم، الذي تحدث منذ الصغر قائلا أنا سوف أكون رئيس جمهورية مصر العربية، وهذا ما صرح به للأطفال في ذلك الوقت. عايز تكون إيه يا محمد لما تكبر؟ قال لهم أنا عايز أكون رئيس جمهورية مصر العربية، وقد كان الرئيس سادات أول من استخدم حرب الإشاعات ضد إسرائيل في هزيمة مصر سنة 67. ست سنين الرئيس الراحل محمد أنور السادات يبس الثقة في شعب إسرائيل وفي حكومة إسرائيل بأن مصر ما تقدرش تحارب، بأن مصر دولة ضعيفة ما تقدرش تخوض الحرب ضد إسرائيل. ست سنوات يقنع الطرف الآخر اللي هو العدو الإسرائيلي أنا ذاك بأن أنا ضعيف جدا ما أقدرش أحاربك، والطرف الآخر اقتنع بذلك، لدرجة ان الكلام ده كتبه في البحث عن الذات وقال كده: لقد اقنعت موشي ديان وجولدن مائير بان مصر دولة ضعيفة، واقتنعوا انهم الفائزين، واقتنعوا بأن تم رفع الأنا الإيجو حب الذات لإسرائيل أنا ذاك. وفجأة يطلع الرئيس محمد أنور السادات على خط بارليف ويدي خطاب تشجيع للجنود، وفجأة يقعد مع القادة العسكريين ويخطط لضرب إسرائيل. بالساعة والثانية 73 الساعة 2 الظهر عيد الفصح عند اليهود، بدراسات موثقة يدرس الرئيس محمد أنور السادات العقلية الإسرائيلية. أقنع الطرف الآخر أنا ما أقدرش حربك، أنا ضعيف، وفي نفس الوقت بيعد الدولة للحرب ويطلع بالضربة، وهي الضربة صاحب الضربة الجوية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وكان تخطيط رائع، كان مصاحبه حرب إشاعات، حرب يبث أفكار وأكاذيب للطرف الآخر من أجل هدف هو بيخططه عشان يقتحمك.
بناء عليه النيابة العامة المصرية بقيادة السيد حمادة الصاوي قرر أن الحرب ضد مصر ليست حربا جوية ولا برية ولا بحرية بل إلكترونية. فإذا الحرب على مصر الآن من داخل مصر ومن خارج مصر. اليوم تم القبض على أكبر خلية إرهابية داخل محافظة الإسكندرية. خلية اتجندت عن طريق مين؟ اتجندت عن طريق الهاربين الخونة خارج مصر في دولتين وهما قطر وتركيا. الفكر ده ازاي؟ الفكر ده يجند ناس داخل البلد نفس الجماعة وهي جماعة الإخوان اللي برا مصر ده هربان. طب عايز يضرب مصر يضربها ازاي؟ يجند ناس من جوه مصر، يجند ناس من داخل مصر عشان يعمل فيديوهات لضرب النظام المصري. الفيديوهات دي فيديوهات مفبركة، ويستغل الآتي، يستغل أزمة كورونا. أنت عندك أزمة في البلد وهي أزمة كورونا، مش بس أزمة محلية داخل مصر، دي أزمة جلوبال عالمية. أعلنت منظمة الصحة العالمية WHO اللي هي World Health Organization إنها بانديميك، وباء عالمي. يستغل الظرف دوت ضدك أنت، فيعملوا إيه؟ يعملوا فيديوهات. الفيديوهات دي يقطعوها ويفبركوها. يستغل المصيبة ديت يبعت لمين بقى؟ يبعت للخارج، الإخوان الهارب الخارج. الخارج دوت يعتمد الفيديوهات، يبعتها لمين؟ يبعتها القناتين في تركيا، قناة مكملين وقناة الشروق. طرب من نوع تاني، من نوع تقيل، لعب في الدماغ. لما يبس على صفحاتهم هذه النوع من الفيديوهات المفبركة ويضيف ليها صوت ويضيف ليها صور ويخلي الشعب المصري، لما طبعا الفيديوهات ديت بتعلن على صفحاتهم، يخلي الشعب المصري ايه؟ تتشحن. لما تتشحن تكره البلد، ولما تكره البلد هتكلم اصحابك، بص اللي بيحصل عندنا في مصر، بص اللي عندنا في مصر، بص البلد. النتيجة ايه؟ الاوتكام او رامفيكيشن هيكون ايه؟ كره المصريين للبلد. بناء عليها تطلع بمظاهرة عشان هتكون ضد النظام اللي هو النظام الحالي، النظام السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو ده اللي عايزينه. بناء عليه لما تطلع انت مظاهرة ضد النظام السيسي، ايه اللي يحصل؟ لما تطلع مظاهرة ضد الحكومة وضد النظام وضد الداخلية وضد الشرطة وضد الجيش، هدفهم هدم مصر، وهدفهم وأملهم ان هم في يوم من الايام اللي هم الاخوانجية الهربانين خارج البلاد قطر وتركيا يرجعوا تاني مصر ويمسكوا الحكم. دي اللعبة. خلي بالك، هتلر اللي عمل في كتابه السادات، عمل كتاب البحث عن الذات، والبحث عن الذات بيدرس في جميع الكليات العسكرية في الخارج، لأنها كتاب عسكري استراتيجي قوي جدا لرئيس خارج من مصر، هو الرئيس محمد أنور السادات. قبليه هتلر اللي هو أدولف فولفغانج هتلر عمل كتاب اسمه ماين كامف، كفاحي. كفاحي ده بيتباع في مصر، ممكن تشوفه على النت باللغة الألمانية ماين كامف، بالانجليزي اسمه ماي ستراجل، كفاحي. الكتاب ده هتلر عمله في 28 يوم وهو في السجن. ده الفترة اللي قضاها هتلر في السجن
فقط 28 يوم. هتلر كان معاه واحد اسمه جوزيف جوبلز وزير الإعلام، قال لك كده: عندما أسمع كلمة مثقف أتحسس مسدسي، أترعب من المثقفين والمتعلمين. هتلر كان بيخاف قوي من المتعلمين، هتلر كان بيخاف قوي من اللي كانوا بيتكلموا. العيال اللي هنشوفها ديت وهنسمعها دول المتهمين. احنا بنتكلم في قضية ايه النهاردة؟ ايه قضية؟ امن دولة، ده قضية امن عام، تجدير السلم داخل مصر. اخطر فكر ممكن تقابله اللي هو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، هدم مصر من الخارج والداخل. استنى 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 بروفيسير، ايه دول يتجندوا يعني من بره؟ اه يعني دول مرتزقة؟ اه الله، يعني دول بيقبضوا فلوس؟ ايوه بالدولار، بيبعتوا لهم من بره الاخوانجية الهربانين بره اللي عليهم احكام في مصر وهربوا، بيبعتوا لهم بالدولار. يعني هيبعتوا لهم كام يا بروفيسير؟ 300 و400 500 دولار، ما هو بالنسبة لهم مبلغ، ما ده بيتفك برضو بالجنيه المصري. الله، ايه ده؟ طب ما رجب أردوغان عمل كده برضو في تركيا. عمل يا بروفيسير؟ اسمع، رجب أردوغان جند المرتزقة. المرتزقة دول منين؟ اللي هم مرسيناريز. جندهم منين؟ جندهم من سوريا. السوريين اللاجئين اللي دخلوا تركيا واللي عايزين يخشوا أوروبا عن طريق تركيا، في ناس اتمسكت، في ناس عايزين يخشوا اليونان اتمسكوا. لما اتمسكوا واتقبض عليهم عرضوهم على المحكمة في تركيا. المحكمة عملت ديل معاهم، صفقة. ده بمين؟ ده بأمر من رجب الطيب أردوغان. قالوا لهم: بصوا، انتوا مش عايزين تقعدوا في تركيا وعايزين تخشوا اوروبا؟ اه طب انا هجنكم، مفيش احكام هتصدر عليكم، وتم اطلاق سراحهم بالبراءه. طب الديل ايه؟ المقابل ايه يعني؟ المقابل ان انت تشتغلوا معانا في الجيش بتاعنا واحنا نستخدمكم في الحرب ضد اي دوله. ودول بالفعل حسب الموقع المرصد لحقوق الانسان في سوريا تم ارسالهم الى ليبيا. مرتزقه يعني ايه؟ يعني بياخد فلوس عشان يؤدي اي خدمات، يعني خايم لبلده. الاولا سوريا، وطم انضمامه لتركيا. في سوريين شرفاء رفضوا ده، قال لك: لا انا عمري ما اشتغل مرتزقه. طب ما هو نفس الحال بالنسبه لمصر، دول مرتزقة. العيال دي اتجندت، اللي هم دول موجودين حاليا في أمن الدولة في مصر. تعال نسمع كده الاعترافات المتهمين واحد ورا التاني يا معلم، واحد ورا التاني. اسمع والعب يا حسين، اسمع. أيوة إبراهيم أحمد، انضميت للإخوان المسلمين سنة 90، التحقت باللجنة الإعلامية بعد 2005، وحاليا مسؤول لجنة الإنتاج الفني التابعة للجنة الإعلامية محافظة اسكندرية تابعة لجامعة محمود عز. في الآونة الأخيرة جالنا تكليفات من قياداتنا في الخارج من دولة كوريا، تكليفات من قياداتنا في الخارج اللي هم عليهم أحكام في مصر وهربوا من مصر، الإرهابيين خرجوا البلد، ده متجند. إيه يا ريس هتعمل إيه أنت؟ اهدم لي مصر. طب كانوا قاعدين فين؟ اسكندرية. عندهم ايه بقى؟ عندهم استديوهات وعندهم ميكسرز وعندهم لابتوب وعندهم كل ما تشتهي الانفس داخل الاستوديو، وعندهم الفيديوهات المفبركة وعندهم السي ديز الاقراص المدمجة، كل حاجة موجودة في الاستوديو. ده واحد منهم، ده الاولاني بيعترف اهو امام نيابة امن دولة لما اتقبض عليه. اسمع. تركيا وقطر ان احنا نعمل فيديوهات مفبركه
وفي الأحداث الحالية اللي على الساحة حاليا زي الكورونا وسد النهضة والمشكلة الليبية. ثلاث مواضيع اللي هي الأحداث الرئيسية اللي بتحصل في مصر. أولا الكورونا، يعمل لك فيديو مفرجك عن الكورونا، يقول لك ان الكورونا بتزداد نسبتها في مصر، يجيب لك واحد بيقع قصاد مستشفى، يجيب لك واحده بتصوت قصاد مستشفى، يجيب لك اي حد بيقول لك بصوا يا جماعه انا ما فيش اي علاج ليا، بصوا يا جماعه اللي بيحصل معايا ايه، انا بموت، حرام عليكم، ده متفبرك. هم ياخدوا الحاجات ديت يحطوا الفيديو مع بعض، تمام، يبعتوا لمين؟ لقطر وتركيا. لما يبعتوا يبعت برضه للجزيره، الجزيرة تعمل ايه؟ تستخدم ده ضد مصر، يقول لك بص المصريين انت تحصل ايه؟ تتشاحن كمشاهد بقى، ما تتبعك على قدك، تشاهد دوت، تتشحن ايه؟ بالكراهية والحقد لبلدك. طب النتيجة هتعمل ايه؟ هتبتدي تلبلب، هتبتدي تتكلم، مش هتسكت، لان المصريين ما بيسكتوش، دي طبيعة الشعب، لان الناس دي درست مصريين، الناس دي درست طبيعة الشعب المصري. قال لك المصريين بيحبوا ايه؟ ده شعب ابن نكته. يعني الواحد قاعده قصاد فيديو كوميدي هتلاقيه بيقعد يضحك واصلا مش في الدماغ. فاللي بره قالوا لهم كده، دول دماغات فاضيه. ده الشعب المصري دماغات فاضيه. اللي بره قال كده. اضربوا. اضربوا ازاي؟ اضربوا بده. يستخدم سد النهضه. يشوف الشارع المصري بيقول ايه؟ يجيب لك ناس يتكلم بالسوء عن البلد. ويسجله ويروح ضايف عليه حاجات بصوت اخر وبعد كده ابعت بره. كل ده لعب. مين اللي بيلعب على الحاجات دي بقى؟ ابو ناصر، محمد ناصر بره مكملين، والشرق يلعب على النقط دي، يقول لك بص بص عندك، ما في ناس بقى عرفت بقى الفيديوهات جايه منين، عرفت الشغل جاي منين، جاي منين؟ من داخل مصر، محافظه اسكندريه، ولسه كله جاي، ده واحد ورا التاني. اصبر اللعب جاي، اصبر اللعب جاي، وكله ورا التاني، ده بداية بس، بنرش مية قصاد المحل، لسه بنقول يا هادي، ده الاستفتاح خلي بالك، ولسه اللي بره ده جاي، لسه كله بوقته، كله بوقته، ما تستعجلش. اما المطر هيشتغل على ايه الوقت؟ وابو ناصر ابو 50% اللي هو فنون جميلة جامعة المنيا قسم نحت، هتشتغل ايه يا ابو ناصر دلوقتي؟ هتلعب على ايه؟ ما ده اللي بتلعب عليه، الفيديوهات دي بتلعب عليها. يعني ابو نصر بياخد له في الشهر 4000 دولار في القناه اللي شغال فيها. يعني كل السب واللعن اللي بيقوله على مصر ده علشان ايه؟ 4000 دولار. كلام فاضي يا ابو نصر، كلام فاضي. عارف 4000 دولار في امريكا يعني ايه؟ يعني اللي بيشتغل بياع في محل هنا بياخدهم في الشهر. دول 4000 دولار بتوعك اللي انت بتطلع بتتشحتف وتسب البلد وتسب مصر وتسب المصريين وتسب كل حاجه في مصر وتخلي المصريين اصلا كارهين البلد وعايزين يغوروا في داهيه يمشوا بره البلد. ليه؟ عندهم كراهيه للبلد. ده هدف محمد ناصر اللي عليه احكام في مصر. افهموا اللعبه يا مصريين، افهموا اللعبه يا مصريين، ده لعب في الدماغ من جوه اهو. لاعترافات المتهمين اهو، خلي بالك دول متهمين. ده ما تقوليش بقى لسه ما اتثبتش عليه دليل ان هو متهم، لا متهم يا حبيبي. الحرز باين اهو من الاستوديو بتاعه، الاستوديوهات دي والعيال دي متصوره ونازله واعترافات، خلاص كده دي قضيه النيابه العامه تاخدها، امن دوله ويخش المحكمه، دلوقتي في السجون. اسمع يا حماده. انتخابات مجلس الشيوخ وفي سبيل ذلك بيبعتوا لنا دعم مادي بيستلموا من مسؤول الحركة رمز. في فلوس اهو، بياخد دعم مادي اهو، ما بيعمل الشغل ده ببلاش. بيعمل له ايه؟ بيبعت له مثلا 200 300 دولار كل شهر، فك بقى الدولار بالجنيه المصري. ده لما ياخد له مثلا 6 7000 جنيه 8000 جنيه في الشهر يقول لك واو 10000 جنيه بالمصري بالدولار ولا حاجه. فلما اصلا يخش له المبلغ ده كل شهر دعم مادي، منين بقى؟ من الواحد اللي هو قائد التنظيم، وده اللي بيفرق الاظرف عليه على الاخوه دول. العب يا ابراهيم. بناخد التكليفات دي وبديها لفريق الانتاج. ايوه احنا خدنا ليه مقر في اسكندريه، بيقطعوا الفيديوهات ديت ويركبوا عليها اصوات، ويركبوا عليها اصوات ويحطوا عليها ارقام غير حقيقيه واشياء غير حقيقيه، وبديها لمسؤول اللجنه في المحافظه.
المحافظة أيوة. وبعتها للجنة في الخارج ويعتمدوها أيوة. وينشروها على قنواتهم الشرق ومكملين، وبعدين بيرجعوها لنا تاني بننشرها على قنوات اليوتيوب وصفحات السوشيال ميديا. كل ده بنعمله من اجل تقليب الراي العام ضد النظام ايوه، وعوده الاخوان المسلمين للحكم حتى من خلال الثوره الاول. الموضوع هياخد وقت مش مشكله، لكن ده الخط اللي احنا ماشيين فيه. خط ماشيين فيه، يبعت بره يعتمد ايه، وبعد كده يوزع الفيديوهات على مين؟ عن الناس ديت شغاله ايه؟ شغاله على الفيديوهات المفبركه، ادي الليله كلها شغاله على المفبرك، شغاله على المضروب، ادي اللعبه كلها شغاله على ايه؟ شغاله على المفبرك. ادي انا اسمي هشام متولي علي حسن الشبكي. اهلا يا هشام، اهلا يا حبيبي، شرفت. امن دوله يا ريس، امن دوله غيره. الاداري الاخوان بالاسكندريه ايوه، هو المكلف بالاشراف على اللجنه الاعلاميه بالاسكندريه اللي بتتلقى تعليماتها من قيادات الاخوان الهاربه في الخارج في قطر وتركيا ايوه، زي الدكتور حمزه زوبع وعبد الله الشريف وعماد البحيري اللي بيبعتوا لنا يعني تمويل وتكليفات عشان نصرف على المواد المطلوبة مننا. نحن بننتج في شركة الانتاج عندنا أيوة. بننتج مواد دعائية بفيديوهات وبنحط عليها أرقام وإحصائيات غير حقيقية بهدف إثارة الرأي العام وعمل ثورة أخرى لإعادة الإخوان مرة أخرى من الحكم. وبعد ما تخلص هذه الفيديوهات بننتهي منها أيوة. بنبعتها للاعتماد في الخارج. بعد ما بتعتمد في الخارج بتنشر على قناة مكملين وقناة الشرق والوطن وبعد ما تنشر في الخارج احنا بندي هذه المواد لفريق السوشيال ميديا اللي بنشرها على الصفحات، وكمان فريق التسويق بياخدها بينشرها على تويتر. لعب يا ريس، لعب ملوش حل، لعب إثارة الرأي العام. يقول لك ده شعب غلوبة، شعب بيفكرش، هما فاكرين كده. خلي بالك، الناس دي عمرها ما كانت تتخيل انها في يوم من الايام تتمسك او يتقبض عليها، عشان تبقى فاهم. الناس دي عمرها ما كانت في يوم من الايام تعتقد انها ممكن يتمسكوا من مباحث امن الدولة او رجالة أمن الدولة في مصر. عمره، لأن اتقالوا كده من عندك، اتقالوا كده من الهاربين الإخوانجية الهربانين برة، أنت مش هتتمسك لأن صعب جدا تتمسك. وأنا الكلام اللي كنت بقوله هنا من هذا المنبر الإعلامي من عندي هنا في قناة ذا بروفيسور كرم تي في، يا أخوانا تعاون مع الشرطة، تعاون مع الجيش، وده بالفعل تم وحصل. الناس دي جاية مين اللي أرشد عنها؟ اللي حواليهم. وقلت لك لما تحس إن في واحد أي مشتبه فيه بلغ، ما تخافش بلغ، أنت كده بتتعاون. الشرطة مش هتعمل لك حاجة، الجيش يعمل لك حاجة، مش هيعملوا لك حاجة، مش هيضربوك. أنت كده بتتعاون مع الداخلية عشان الحد من الإرهاب داخل البلد. أعضاء مصر أسر كتير داخل مصر بياكل ويشرب معاك ويضحك في وشك، أهم بياكل ويشرب معاك وقاعد معاك، وبيخرج يقعد على القهوة بيسمع الأخبار، جاسوس، كلب، كلاب، خاينين للبلد، عايز يطلع مظاهرات للبلد، عايز يخرب البلد. الله يكون في عون السيسي. بيحارب إيه ولا إيه؟ بيحارب إيه ولا إيه؟ أنت بتحارب يا ريس إيه ولا إيه؟ معاك دماغات، شوية دماغات عايزة ضرب النار. إيه ده؟ ايه الشباب؟ المشكلة ده شباب يا اخوانا، المشكلة دول شباب، شباب زي الورد تم تجنيده. عارف اتعمل له ايه؟ برين واش، غسيل دماغ، اتعمل له غسيل دماغ عشان يكره بلده بهذا 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 الشكل. خونة. اسمع انا اسمي اسلام عجباني مجازي، اسم الحركة رمزي، انضمت لجماعة الاخوان المسلمين سنة 95، انضمت للجنة الإعلامية سنة 2014، تدرجت فيها لحد ما وصلت مسؤول اللجنة الإعلامية.
انا بيجي لي توجيهات من قيادتنا في تركيا وقطر للعمل على مجموعه من الملفات كان اخرها سد النهضه والازمه الليبيه والكورونا. بدوري انا باخد هذه التوجيهات وابعتها لفريق الانتاج بيعمل عليها مجموعه من الفيديوهات. الفيديوهات بيها ارقام واحصائيات مفبركه. انا بعد كده باخد هذه الفيديوهات ببعتها لقيادات الاعتماد. ايوه. وبعد كده بننشرها على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. ايوه. وبنبعتها لقيادات الشرق ومكملين لاعضاء. ده مقابل دعم مادي بيجي لنا من قياداتنا في تركيا وقطر. وده لتشويه صوره النظام. انا اسمي بالله عليك لما شباب زي دول مثلا شباب يعني كلهم شباب صغير معظمهم شباب صغير هم اتنين بس يعني معدين فوق الستين سنة الباقي شباب صغير لما يقول لك انا عضو في التنظيم الارهابي الاخواني وا 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 ويتم تجنيده بالشكل دوت تعال اقول لي كده اللي خلى محمد نصر بياخد له 4000 دولار في الشهر وبيطلع يهلل وبيعمل اللي هو عايزه دوت دول اصلا بياخد له كام يعني بكبيره اصلا لما ياخد له 2000 ده لو ضرب الدم ياخد له 1000 دولار في الشهر هنا يعني بعملة امريكا 1000 دولار في الشهر ده الواد ده هيرقص ما فك بقى ال1000 دولار دي عندك هتعمل له كام 16 17 الف جنيه ده اذا خدهم الله ايه ده ايه ده ايه ده يعني تبيع بلدك في الشهر ب1000 دولار ده انت رخيص قوي يا اخي رخيص قوي يا اخي رخيص قوي يا اخي اسمع بقى البي دوت ده شاب عنده حاجه و30 سنه 31 سنه 32 سنه بص البي هو بيتكلم لو وعده صدق كامل خلي بالك ده كل ده في النيابه في امن الدوله بيضحك خالص خدت بالك طبعا يعني ما ضاع 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 دول ضاعوا خلاص اقول لك ضاعوا ازاي هشرح لك الليله ديت هشرح لك الليله ديت اسمع سيد مصطفى غريب انت جبت لجماعه الاخوان من طفولتي يعني في سنه 92 وانضميت للجنة الإعلامية في أواخر 2013 ومؤخرا شاركت في لجنة الإنتاج كمسؤول إعداد. أخذنا مقر الاستوديو يعني لتنفيذ التكليفات اللي كانت بتجيلنا من قياداتنا للهجرة في الخارج في قطر وتركيا. التكليفات دي كانت بتبقى عبارة عن عمل فيديوهات عن مواضيع معينة زي مثلا كورونا، سد النهضة، التدخل الليبي، الأزمة الليبية، الحاجات دي كلها. الفيديوهات دي كانت بنعملها عن طريق القص واللزق وتركيب الصوت على الصوره وكانت بتخرج في شكل منتجات زي فيديو جرافيك انفوجرافيك برومو تقرير كانت بتاخد صور يعني شكل من اشكال الاعلام بعد ما الفيديو بيخلص بيتم عرضه على قيادتنا اللي في الخارج اللي في قطر وتركيا للاعتماد او للتعديل او لو في اي ملاحظات تمام بعد الاعتماد بيرجع لنا تاني الفيديو عشان ننشره على قنواتنا على اليوتيوب وعلى صفحاتنا الخاصه بينا على الفيسبوك ومواقع التواصل يعني هو بيعمل ايه؟ بيعمل فيديو بس لازم طبعا اللي بره دوت شايف الفيديو بطريقه اخرى، مثلا يقول له لا طب بص زود هنا والله ايه؟ خلي الهانم ديت الله يكرمك تصوت شويه هنا، خلي الواد ده يصرخ شويه هنا عشان يبان برضو ايه فساد الحكومه عندك، خلي برضو الست دي اصلا تتمرمغ شويه في التراب وتسب شويه في المستشفى وتلعن شويه في الحكومه المصريه، ده بسبب ايه؟ لا زود لي بس الحته يعني اخراج بقى، زود لي بس الحته دي الله يكرمك شويه عشان ايه؟ الخارج لما يشوفوا الكلام ده يقول لك بس هي دي مصر الحقيقة. هو الواد الكلام ده اللي بيقوله هو الواد الكلام ده بيقوله ده بيعترف دلوقتي وخلي بالك كل اعترافاتهم واحدة كل الاعترافات واحدة كله ماشي على سلسلة واحدة بالاعترافات الاعترافات كلها هي استئمن واحد بيان واحد قانوني الاعترافات واحدة ان هم بيعملوا الفيديوهات بيفبركوها بيقصوا بيلزقوا وبيضيفوا اصوات تانية بيرفع الفيديوهات لمين؟ للي بره، اللي بره بيشوف لا حط لي هنا حته، زود لي هنا حته، بعد كده بيرجع له تاني وبعد كده بيرفع الفيديو فين؟ على السوشيال ميديا عنده وبيودي الفيديوهات دي فين؟ قناه مكملين، قناه الشرق. خلصت الليله، ابو نصر يلعب على ايه؟ هيلعب على الناس ديت ويذيع الفيديوهات يقول لك بص من عندك يا معلم، بص يا ريس، بص الفيديو دوت من داخل عندك وكله متفبرك، يعني بيلعبوا على المضروب، غيره. وطبعا اللي مقابل مادي بيوصل لنا من قياداتنا في قطر وتركيا عن طريق قياداتنا هنا في الدهليه بتبعت لهم وبتوصل لنا عن طريق مسؤول الاعداد الحركي اسلام عباس وده كان يعني عملية كلها بهدف تقريب الشعب يعني وعليه التاكس انا اسمي محمد سعيد عبد الله ايوه حماد حاصل على بكالوريوس اعلام جامعه القاهره بكالوريوس اعلام جامعه القاهره يا اخوان
ده واحد خريج بكالوريوس اعلام جامعه القاهره اتعمل له غسيل مخ. الولد الاخير دوت غسيل مخ درس اعلام. طب يا ابني ما كنت تشتغل في حاجه كويسه. هنا ايه اللعب في الدماغ؟ اتلعب في دماغه، اقنعوه بحاجه معينه، اقنعوه بامال، اقنعوه بحلم ان يحققه. خلي بالكم اللي انا بقوله، خلي بالكم اللي انا بقوله. اللعب في الدماغ، اللعب في الدماغ ده اخطر من حمل سلاح. اللي بره ده ما حملش سلاح يا ريس، هو ده دخل وقتل، هو اللي قتل هشام بركات المستشار العام دوت في مصر. اللي بره مسك سلاح وقتله؟ لا، ده انت جندت ناس من الداخل، اقنعتها بفكر معين، شحنته، عملت له غسيل مخ وطلع وقتل الراجل دوت. الناس دي اللي بره دي ما قتلتش، الناس اللي بره دي عملت ايه؟ كلام، بالكلام، بالاقناع. اقنع الشباب دوت المتعلم، المفروض متعلم، عمل له غسيل مخ عشان يبهدل بلده، عشان يخرب بلده. لما اتمسكوا اعترفوا وقالوا الليله فيها ايه. اسمع، انضميت لاخوان المسلمين وانا عندي 12 سنه، واشتغلت في اللجنه الاعلاميه لاخوان المسلمين من 2011 ل 2013 وتوقفت بعد كده. في الفتره الاخيره تلقينا تكليفات وتعليمات من قيادات الاخوان في الخارج في قطر وتركيا. أيوة. وبعتوا لنا فلوس بحيث ان احنا ننتج بعض الفيديوهات. استأجرنا شقة وأسسنا استوديو في الشقة ديت. أيوة. وأصبح المكان دوت، الشقة أو الاستوديو دوت، هو مقر لجنة الإنتاج الفني التابعة. أيوة. اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين في اسكندرية. بالظبط. وكان شغال معايا أربعة، كنت أنا مشرف اللجنة ديت، وكان شغال معايا أربع أفراد. أيوة. وكنت بقابل الحركي حسن بدر أخذ منه الفلوس. الفيديوهات دي كانت بتتناول الملفات الموجودة، زي ملف فيروس كورونا، زي ملف سد النهضة، زي ملف الملف الليبي. أيوة. كنا بنعمل، بنكتب تقارير وبنسجلها بالصوت. أيوة. بنغير في الصوت عن طريق برامج الصوت، ونركب عليها بعض الفيديوهات وبعض الإحصائيات وبعض البيانات. أيوة. في الغالب طبعا بتبقى في تغييرات وفي فبركة في الأرقام ديت. أيوة. وبنطلع الموضوع في شكل فني مقنع للجمهور، بحيث اللي يتفرج عليه يفكر ان الفيديو ده حقيقي وان هو مظبوط. بعد ما الفيديو بيخلص بنبعته للقيادات في تركيا بحيث يعتمدوه. لما بيعتمدوه بينزلوه للفضائيات زي مكملين، قناه وطن، قناه الشرق، وبعد كده بتنزل على مواقع السوشيال ميديا وقنوات اليوتيوب المختلفه يعني. تمام. الهدف من الفيديوهات دي. أيوة. هو ان احنا نزيد صوت الناس عن النظام. ان احنا بنتصيد هو ده السلبيات فقط، وبنضخم فيها جدا وبنغير في الارقام وكده. فطبعا الناس التصوير على النظام، والناس طبعا هتبدا تعمل مظاهرات، وده كان الهدف الاساسي. نوادي الناس هتعمل ايه؟ هتعمل مظاهرات. ما انت بتشحن، يبتدي ايه؟ تطلع مظاهرات. لما تطلع مظاهرات بتكسر، بتبتدي تكسر المحلات. يبقى كده في تخريب، في فاندالزم، في تخريب لممتلكات الدوله. هم دول اللي عايزينه، خراب مصر. ده اللي قاعد فين؟ في الخارج. يبقى ده ايه؟ ده قراصنه متجند. الشاب ابو بكاروس اعلام ده متجند عشان المقابل ايه؟ حفنه من الدولارات. يبيع ضميره ويبيع بلده. طبعا خلي بالك، كل دول بيندموا، كل دول بيندموا. انا اقول لك ليه دلوقتي. اسمع، سلطات النظام القائم في مصر، والمستفيد الوحيد هو الاخوان المسلمين. طبعا انا اسمي محمد احمد محمد شحاته، عضو بجماعه الاخوان المسلمين، وانا عندي 18 سنه، عضو في اللجنه الاعلاميه. الفتره اللي فاتت احنا تلقينا تعليمات من القيادات في تركيا وقطر. ايوه. ان احنا نعمل فيديوهات مفبركه بتتكلم عن بعض الازمات اللي البلد بتمر بيها، زي ازمه سد النهضه وزي ما ازمه كلام متشابه. هو اعترافات واحده. كيف في ليبيا كنا فريق بنجيب فيديوهات ونقصها وننتجها ونحط عليها تعليقات صوتيه ونحط عليها بعض البيانات المغلوطه والمعلومات المضلله، وبعد كده القيادات في تركيا كانت بتعتمد الفيديوهات دي. أيوة. وبتنزل بعد كده على صفحات السوشيال ميديا وعلى المواقع وعلى القنوات بهدف إثارة الصفق الشعبي، وإن الناس يكون في حالة من الاحتضان في الشارع، وإن هي تبدأ تنزل تاني المظاهرات وتدعو إلى إسقاط النظام. هم دول اللي عايزينه، تدعو إلى إسقاط النظام. واللي بره دول عندهم امل في يوم من الايام ان لما يسقط النظام، النظام الاخواني يرجع مره اخرى الى مصر
ويمسكها الإخوان، هو ده أملهم، هو ده هدفهم. الرسالة بقى إلى الشباب دول، تعال حبيبي توم، أنت استفدت إيه؟ أنت كده شلت قضية أمن دولة وتحط على الفيش بتاعك أمن دولة. دي رسالتي لكل الشباب الموجودة داخل مصر، مش بس مصر، كل العالم. لما تتجند بالشكل ده على أساس الفلوس، انت كده يا ابن رخيص اشتروك، سمحت للآخر يلعب بدماغك. اللي خريج بكالوريوس إعلام ده جامعة القاهرة ما كان ممكن يشتغل في حاجة كويسة، وثلاثة أربعة منهم اللي هم الشباب دول كان ممكن يشتغلوا في حاجة كويسة، وممكن يفتحوا شقق ويفتحوا بيوت ويتجوزوا، كان ممكن يكونوا حاجة كويسة. بس اللي بره ليه سيطرة عليه، عنده mind control على اللي جوه، مسيطر عليه سيطرة كاملة عن طريق النت، عن طريق التليفونات. فين الماستر مايند هنا؟ فين العقل المدبر للقضية ديت؟ اللاعب بره، مش دول، خلي بالك، اللاعب بره، اللي قاعد في قطر، اللي قاعد في تركيا. محمد نصر بيعمل ايه، ومعتز مطر وغيره وغيره؟ بينفذوا التعليمات اللي بتجيلهم من الناس ديت، بياخد الفيديو، بيلعب على الفيديو، يقول لك بص مصر عاملة ازاي، بص، ويفرح الناس في مصر. بناء عليه لما تكون انت فاضي سهل جدا تتملي، ما عندكش معلومة وسطحي، فيجي الناس زي كده يملاك، تبتدي ايه، تحقد على البلد. زي ما موجود عندك شباب، زي ما موجود عندك فئة قليلة من البلد، في ناس بتحب البلد، لكن في فئة قليلة موجودة بتكره البلد، لان مستوى الجهل عندك موجود، وده اللي قال لهم من الخارج. طب ما تيجي كده نقرا تقرير وزاره الداخليه بيقولوا ايه. اسمع معلم، اسمع الكلام ده من ساعات بس داخل مصر. ضبطت وزاره الداخليه خليه ارهابيه بالاسكندريه تنتج فيديوهات مفبركه عن مصر، فاستمرارا لجهود وزاره الداخليه في كشف المخططات العدائيه لتنظيم الاخوان الارهابي، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني، إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج. تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا، أبرزهم الإرهاب الإخواني الهارب عماد البحيري، الإرهاب الإخواني الهارب حسام الشرباجي، الإرهاب الإخواني الهارب سيد توكل، الإرهاب الإخواني الهارب حمزة زويبعة. وأفادت المعلومات اطلاع المعلومات الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستوديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة، حيث تم استهداف الاستوديو وضبط القائمين عليه، وهم أسماءهم المتهمين، وهم الإرهاب الإخواني هشام متولي الشبكي، الإرهاب الإخواني إسلام علواني حجازي، الإرهاب الإخواني إبراهيم سعيد إبراهيم، الإرهاب الإخواني محمد سعيد، الإرهاب الإخواني محمد أحمد شحاتة، الإرهاب الإخواني صهيب سامي الزقم. وعثر داخل استوديو، دي سميها الإيفيدنس، دي حاجات الإيفيدنس، الأدلة القانونية، الحرز، لقوا إيه جوه الاستوديو دوت، وعثر داخل استوديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الآلي وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن دولة عليا
التحقيقات، وأكدت وزارة الداخلية باستمرار التصدي بكل حشم لأي محاولات تستهدف إثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد. حفظ الله مصر، وحفظ الله شعب مصر، وحفظ الله جيش مصر، وحفظ الله رئيس مصر السيد عبد الفتاح السيسي الذي يواجه حروب داخلية من قبل المصريين الموجودين داخل مصر اللي باعوا أنفسهم من قبل حفنة الدولارات للخارج، الهاربين الإخوانجية القاطنين بقطر وتركيا. يا خسارة شلتوا قضية أمن دولة وهتاخدوا أحكام وتقضوا أحكام في السجون المصرية. صعب إنك تبيع نفسك ويتقال عليك خاين لأرضك وخاين لوطنك، والبقية تأتي وكله جاي بالدور، وكله جاي وكله ليه دور، وكله متراقب، سواء اللي خارج مصر الانتربول شغال الدولي زي الفل، واللي داخل مصر كل يوم في قبض عليهم وخلية إرهابية داخل مصر. سلامي إلى جيش مصر العظيم، سلامي إلى الجيش الأبيض، سلامي إلى شرطة مصر العظيمة، سلامي إلى جميع المواطنين المحبين لمصر. تعيش مصر وتحيا مصر وتحيا كل شخص محترم بيحب بلده وخايف على بلده من كل عدو داخل بلده، البلد الحبيبة مصر، كمت الأرض السوداء، البلد اللي تاريخها 7000 سنة قبل الميلاد. تحياتي إلى جهاز المخابرات العامة المصرية، تحياتي إلى جهاز الأمن الوطني. شكرا يا رجالة للقبض على الخلايا الإرهابية داخل مصر التي هدفها هو هدم وإهدار العام للسلم والأمن الوطني داخل مصر الحبيبة. حفظ الله على مصر، وحفظ الله على رئيس مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلامي إلى الأجهزة السيادية والوزارية وجهاز المخابرات العامة صقور مصر. أشكركم، معكم البروفيسور كرم أنيس من الولايات المتحدة الأمريكية، بروفيسور اللغة الإنجليزية ومتحدث عام بابليك سبيكر داخل الجامعات الأمريكية ومحاضر في علم المصريات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أشكركم، مع السلامة، باي باي.